السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا كمان شيء حلو من الأمر الدين، ولأن نحن على بواب شهر رمضان المبارك بدنا نعمل شراب الأمر الدين، لأنه غالبا في كتير من البيوت المسلمين بيشربوا عند الإفطار بعد التمرة كوب صغير من شراب الأمر الدين، وأحيانا بالسهرة بيشربوا كمان شراب الأمر الدين مع المكسرات ومع زبيب ومع تمر وتين وإلى آخره. هلأ شو عنا نحنا هالوصفة؟ أول شيء عنا طرحية مثل ما هي شرحة أمر الدين. هلأ قطعتها أنا قطع بالطول هيك لحتى لي وفر وقت مشان الدوب اللي بدي انا الشراب بتاعها. وعنا تلت كوب سكر حبيبات، وعنا ماء الزهر وماء الورد. هلا صبيتهم وغطيتهم حتى اللي ما تروح نكهتهم. هي ماء الزهر وماء الورد من كل نوع ملعقة طعام. وعنا ثلاث أكواب ونص من الماء القريب الساخن، يعني أكثر من الدافئ. هلأ بسم الله الرحمن الرحيم نصبه فوق هالأمر الدين، القطعة الأمر الدين. ومنحاول نحنا شوي نعين هون حتى يفوت بيناتهم السخون تدبل لقطعة الأمر الدين وتصير دوب معنا بسرعة. هلأ خليهم بهالشكل هيدا لحتى اللي يدبلوا منيح ويدوبوا معنا ونعمل منهم شراب. هلأ فينا نحنا نغليهم، حطهم بالطنجرة مع المي ونغليهم شوي، بصير عندنا الذوبان تاعها بيكون سريع أكتر. وكمان إذا نحنا منا مستعجلين نحضرين قبل بيوم، فينا بالسهرة عند المساء منحطهم بالماء عادي ومنغطيهم ومنخليهم على جنب المطبخ. تاني يوم الصبح منلاقيهم صاروا دايبين، منحركهم شوي ومنصفيهم بأبريق الأمر شراب الأمر الدين، وبيكون حاضر جاهز لسفرة الإفطار. هلأ عن إذنكم لحتى لي تدوب قطع الأمر الدين. كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلأ مثل ما كنتم شايفين هي الأمر الدين داب معي تحت استعجلي، لأني دوبت ثلاثة أرباعها والباقيين نرجع من دوبهم كمان كمية تانية. هلأ هدول حطينا فيهم ثلاث كوب سكر، وحطينا معهم كمان ملقة ماء زهر وملقة ماء الورد. وهلأ منصبهم نحن عادة على الإفطار، منصب نحط الأبريق ونحط معه مكسرات، أنواع مكسرات اللي بيحب يأكل أي نوع منهم. عادة بيأكلوا معه اللوز والجوز والفستق الحلبي والسنوبر وتين مجفف ومشمش مجفف وعنب مجفف اللي هو الزبيب وتمر اللي بدكم إياه. تحطوه بالكوب الصغير هيدا عند الإفطار. طبعا هلا كتار بيعرفوا هيك وبيعملوه، بس نحن وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. هي صبينا الكوب هيدا الصغير، وبنختار شو بدنا من انواع المكسرات. يمكن نحط حبتين زبيب معهم، حبتين ثلاثة صنوبر، حبتين جوز، ما بيطلع طيب معه. كم حبة صلي على سيدنا محمد، زبيب، قطعة تمر، وهيك ناكلهم بالملعقة. طبعا شايفين قديش فيهم من المغذيات، والصائم بيحتاج لكتير من المغذيات بشهر رمضان ليعود عن صيامه، والله سبحانه وتعالى يبلغنا اياه ويجعله سهل علينا الصيام، والصيام كتير حلو وينفعنا ببركته. امين يا رب. هلا هيدا هو افطارنا، وهيدول اللي قلنا الكواب الكبار اللي بنشربهم بالسهرة إذا حبينا، وهيدول الصغار نشربهم عند الإفطار كمان إذا حبينا،
وكل واحد وذوقه. هلا شفنا المكونات هيدي، وان شاء الله اكون ذكرتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.